القول الفصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، نواصل حديثنا على الملاحظات التي يلاحظها المؤمن في رمضان. إن مما يلاحظ في العشر الأواخر من رمضان كثير من المسلمين من يظن أنه يعني رمضان طويل وقد أتى فيه من عبادة بما أتى. نعم، ولكن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان يصوم ويقوم من الليل بعضه، فإذا ما جاءت العشر الأواخر كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يحيي الليل ويشد مئزرة كناية عن ترك الجماع، يعني يحيي ليله بالقيام ويعني يعتكف، حتى أن جاء في الأثر أن سنة من السنوات منع من الاعتكاف بسبب كثرة الأخبية، وهي كخيمة صغيرة كانت توضع في المسجد لأمهات المؤمنين من تريد منهن الاعتكاف. فلما رأى الأخبية كثيرة قال لهم هاتي الأخبية، قالوا خباء فلانة وفلانة، قال البر ترعون، البر يعني بالطاعة تظهرونها من الرياء. فترك الاعتكاف واعتكف من شوال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان في العشر الأواخر يزيد في الطاعة، عكس كثير من الناس في عصرنا هذا. يعني العصر الذي نحن فيه مما يلاحظ على المسلمين أنهم إذا دخلت العشر الأواخر انشغلوا بألبسة الأطفال والنساء وملئات الأسواق، وربما هذا يعني الأيام هي فيها يوم عظيم جدا وليلة عظيمة جدا ينبغي للمؤمن أن يبحث عليها، وما أخف معنى أخفاها الله سبحانه وتعالى إلا أن تطلب حتى يعني يملأ الإنسان القدر الكافي أو ما قدر له من الطاعة. إنما تطلبه أمامك ليلة القدر، وهي كما قال السلام في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها، في الوتر إما 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وأخفيت حتى يكثر الناس في هذه العشر من طاعة. أما نحن قلنا فيلاحظ أن الناس لا يبالون بها، وكثير من الناس، لا أقول كل الناس، لأن التأمين لا ينبغي. ووجود بعض الناس على قلم وساق في يعني العبادة، في كثرة القيام، ويعني يلاحظون حتى أنهم لا يصلون الوتر في المسجد في هذه العشر. معنى ماذا يريدون؟ يريدون أن إذا ذهبوا إلى بيوتهم يزيدون في القيام. هذا مطلوب للمؤمن، يعني حتى نفتح هذه الملاحظة كذلك، من الناس من يشوش على إخواني المصلين يقول لا بد أنك تصلي مع الإمام وتصلي معه الشفع الوتر. لا، إذا صلى الإنسان من الليل مع الإمام في رمضان وأراد أن يقوم الليل في بيته فلا يوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. قد يقول قائل آخر يقول لا، أنا أصلي مع الإمام الشفع الوتر، لأن من صلى مع الإمام حتى ينصرف، هكذا يقول، ها، ونذهب إلى بيتي وأصلي. لا، خالفت النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، خالص قول النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لك أن تترك الوتر إذا أردت أن تقوم في بيتك، لأن قال اجعلوا آخر صلاتك من الليل وترا، ولك بتصلي وترين، قال في حديث آخر لا وتران في ليلة. إذن هذه المجموعة وإن كانت مجموعة قليلة ولكن فيها البركة، لا زالت ثابتة. المجموعة الأخرى انشغلوا عن الأفضل. رمضان كله معنا أفضل، ولكن العشر الأواخر
فيها زيادة. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في حقها سورة تتلى إلى يوم القيامة، والعمل فيها يفضل ألف شهر، ألف شهر إنها تعد بالسنين. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم بمن يصومون رمضان ويقومونه ويصونونه، لأن إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذ من صومي إلا الجوع والظما، وإن قلت يوما إني صمت فما صمت. المؤمن ينبغي له أن يصوم رمضان وأن يصونه وأن يراقب التغيرات التي تطرأ عليه في رمضان، إن كانت الحسن فليثمنها ويواصل عليها بعد رمضان، وإن وقع منه خطأ فليعلم أنه يعني هذا الخطأ جسيم جدا، يتوب من الله عز وجل ويستغفر طيلة سنته، لأن السيئة تعظم بالشخص وبالزمان وبالمكان، والحسنة تعظم بالشخص وبالزمان وبالمكان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.